السلام عليكم. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من كلاش اوف كلانس بعد مرور 7 أشهر على قريتي في الكلاش اوف كلانس. هاي كانت البداية قبل 7 أشهر، كانت مستوى أول تقريبا، والجيش كان كله ليفل 1. ونذهب الآن إلى القرية الحالية. حاليا هاي قريتي بعد 7 أشهر من الترقية المستمرة، والجيش تقريبا اللي يستخدمه كله ماكس.